هذا وأعرب سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات عن سعادته البالغة لافتتاح مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي، مؤكدا أن هذا المشروع الحيوي يعتبر الأضخم في قطاع النقل الجوي لما يمثله من أهمية اقتصادية واستراتيجية تعود على مملكة البحرين. الحمد لله اليوم يعني يوم زاهر في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه، يعني تدشين أو افتتاح مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين يعتبر أكبر المشاريع الاستثمارية اللي تم تنفيذها خلال العقد اللي راح. الحمد لله قطاع النقل الجوي يعني شهد الكثير من المشاريع، وأعتقد هذا يعني أهم مشروع في عدة مشاريع أخرى. المطار اليوم طبعا أول يوم بعد توجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء على افتتاحه في تاريخ 28، بدينا الحمد لله التجهيزات كاملة. تشوفون البحرينيين في كل أماكن في المطار، من بداية الكيرب عند وصول الطائرات إلى نهاية دخول الطائرات، البحرينيين موجودين قاعدين يشتغلون حق دولتهم، حق مملكتهم، ومتأكد أن اليوم بيكون ناجح. الحمد لله إلى الآن أغلقنا المطار القديم للأسف الشديد عقب ما خدمنا الفترات كلها، شهدنا اليوم آخر رحلة قدوم وآخر رحلة مغادرة، وإحنا اليوم جميع الرحلات تتم عن طريق مبنى المسافرين الجديد. أنهينا قبل قليل أول رحلة مغادرة وأيضا نياتنا أكثر من رحلة قدوم، فالحمد لله الأمور سلسة إلى الآن، لكن إن شاء الله نستمر على هذا المنوال ونحاول نشوف إذا في أي شيء يحتاج تعديل أو تطوير نطوره بشكل مستمر. أنا جدا سعيد أشوف السعادة على وجوه البحرينيات والبحرينيين المسافرين اليوم أن عندنا مطار، أخيرا مطار يشرف البحرين ويكون بوابة البحرين الأولى، وهذا شكر يعني لازم نشكر فيه جميع اللي دعمونا واللي تابعوا المشروع. وأنا بقول سمو ولي العهد أكثر من مرة رئيس الوزراء، لأن من بداية المشروع هو يتصل، يطرش واتساب، يتابع، يزور. الحمد لله جميع الوزارات الأخرى أيضا، وزارة المالية، وزارة الأشغال البلدية في حق الطرق، الكهرباء، حق السب ستيشن، ولكن موظفين شركة مطار البحرين، وزارة المواصلات أحب أن أشكرهم بشكل خاص، وأيضا جميع الشركات العاملة في مطار البحرين الدولي.